أولى فقراتنا لليوم حنحكي فيها عن الحساب الذهني. طبعا يتم استخدام الحساب الذهني في الكثير من المهام والأنشطة واليومية مثل الشراء البيع والقياس وغيرها من المواضيع، ولكن الضروري تعليم الطفل الحساب الذهني منذ الصغر لأنه بيساعده بشكل كبير بحياته المدرسية واليومية. لنحكي بشكل أكبر عن هالموضوع بصرنا يكون معنا بصباحنا لليوم الأستاذة نغم حسن وهي خبيرة في الحساب الذهني. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير نغم وأهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية منك نتعرف على مصطلح الحساب الذهني ككل وإمتى ظهر كمان، واليوم في كتير أشخاص بتحس أنه هذا الحساب الذهني، الأشخاص المبدعين بالحساب الذهني فهنون يصنفوا من الأشخاص الأذكياء أو العباقرة. برنامج تدريبي هو عمليات حسابية سريعة نعطيها للطفل مثل القسمة والضرب والجمع والطرح. في عدة مستويات له للحساب الذهني، بيجي الكيجي 1 كيجي 2 كيجي 3 طلاب الروضات، هذول بياخذوا اي بي سي. بعدين ننتقل للمستوى الصفر المستوى الزيرو، بعدين ننتقل للمستوى الوان ليفل 1. عدة 8 مستويات من الواحد للثمانية. أستاذ نغم، عادة بنشوف الأطفال وقت بيحكوا عن الحساب الذهني بيكون عم يستخدموا إشارات بإيديهم وما إلى ذلك، وهذا الشيء بيرجع يمكن للأدوات اللي هن تدربوا عليها فبيتخيلوا هاي الأدوات وبيجروا عليها العمليات الحسابية. اليوم حضرتك جايبتي لنا عدد من الأدوات، إذا فينا نشرح عنا. أي تمام. هلأ بنستخدم الحساب الذهني عن طريق المعداد الأباكوس. هاد. أي تمام هاد. ونستخدم عن طريق الأصابع ونتخيل الحساب، بتخيل الطفل حساب بذهنه. نشرح عنه شوي. فينا طبعا فينا نجرب تعملينا شيء هيك على الهواء. الله يسعدك. أول شيء عندنا المعداد الأباكوس. أول ما بدك تجي تعرفي الطفل على المعداد بدك تشرحي له تفاصيله، إنه نحن عندنا هذا إطار المعداد. تمام. عندنا الخط الفاصل بين الخرزات العلوية والخرزات السفلية، كمان عندنا الأعمدة، كل عمود بيمثل مرتبة الأحاد، العشرات المئات. عندي كل خرزة من الخرزات السفليات قيمتها العددية 1، عندي 4، الخرزة بالأعلى تحسب 5 قيمتها العددية 5. أيضا ننتقل لمرتبة العشرات، العشرات كل خرزة تحسب 10 من الخرزات السفليات، والخرزة العلوية تحسب 50، وهكذا مئات آلاف عشرات الألوف عشرات الألوف ما باقي ما تبقى من ال. طبعا أنا الخط الناتج، أنا لما بدي أقرب خرزي على الخط الناتج معناته صار معي ناتج. تمام. يعني مثال أعطينا رقم مثلا كيف بيتم حسابه. أنا إذا بدي أعطي أحد للطفل، طفل روضة مثلا، أنا عندي لنفترض رقم أو تمرين، إذا بدي أقول له 3 1، أنا ما بدي أصير ألفظ إشارة الزائد أو الجمع مثلا، 1 5 صار معي 9. تمام. هو فورا رح يعطيني الإجابة، بس طبعا بعد تدريبات مستمرة للطفل. كمان نفس الشيء على مرتبة العشرات، عندي مثلا نفترض 20، لنفترض 10، كمان 50 صار معي بقلي 80. تمام. الطريقة الثانية للحساب الذهني عن طريق الأصابع، نشتغل عن طريق الأصابع. هي اللي بنشوفهم عم يشتغلوا عليها. يدنا اليمين هي الأحاد، مرتبة الأحاد، يدنا اليسار هي مرتبة العشرات، وكل إصبع كمان بيمثل الأربعة السفليات بيمثلوا الخرزي 1 1 1، والخمسة بيمثل الإبهام يمثل العدد 5. طب الطفل هون ما لازم يكون نغم عنده مهارات ضرورية لازم يكون مكتسبة هو أو مدرب عليها وصاقل هي المهارات عنده لحتى هو يقدر كمان يقدر يدخل بمرحلة الحساب الذهني؟ إيه تماماً. هلق الطفل الحساب البرنامج هو البرنامج الحساب الذهني هو بتسقله شخصيته للطفل، بتزيد مهاراته، بتزيد عنده القدرة الإبداعية، بتنشط الذاكرة، بتقوي الذاكرة، بنشط خلايا الدماغ، بيزيد عنده الإبداع، بصير في عنده ثقة بنفسه. تماماً. طيب في مهارات معينة لازم يتعلمها الطفل اليوم قبل ما يتعلم الحساب الذهني، أو هو بيتعلم مثلاً هاي المهارات بالتوازي مع بعض؟
لا بنبدا معه نحن من الصفر للحساب الذهني، والمراحل بتجي هي عده مستويات للحساب الذهني. هي مهاره لازم يتعلمها الجميع، يعني الكبار والصغار مش بس الاطفال. صعب يمكن بدي اسالك انا، لا انه في سن محدد اليوم لحتى الشخص يكون هو بارع بالحساب الذهني؟ في سن معين يعني بتحسي انه التعليم على صغر بيكون اسهل بهي القصه؟ هلا نحن بنبدا مع الطفل من عمر 3 سنوات 4 سنوات، بنعطيه المستوى اللي قلت لكم عنه الكي جي 1 كي جي 2 كي جي 3، هدول لهم كورسات اي بي سي. بنبدا كمان مستوى الزيرو، يعني من 3 4 سنوات لسن ال 15. طبعا في حساب ذهني للكبار، يعني ندرب مدربات كمان يعني بنفس المستوى كلهم. لا طبعا المدربات، هلا لما بدك تمشي انت مع متدربه او مع صبيه لنفترض بعمر ال20، اكيد ما بدك تمشي معها بالطريقه نفسها اللي بتمشي بيمشي مع الطفل. اكيد. طيب كمان هي العلاقه بالمعداد اللي معي، هذا الكورس او المستوى كورس الحساب الذهني هو عده مستويات. هذا المستوى الواحد، مستوى 1 المستوى الاول، موجود في عده عمليات حسابيه. عمليات حسابيه، اول شيء بنبدا مع الطفل بمرتبه الاحاد ليتمكن منها، بننتقل على مرتبه العشرات. ايضا بيجي عندنا بهذا المستوى مكون العدد 5 بالجمع، مكون العدد 10، مكون عدد 5 عدد طرح يعني. تماما. بينما مكون العدد 5 انا بدي استلفه من الخمسه، مثلا انا هون على المعداد انا عندي رقم لنفترض 3، بدي اضيف انا 2، انا ما معي 2، من وين بدي اخذها؟ بدي في طريقه للطفل انه زائد 5 ناقص 3 مثلا، يعني 3 زائد 2 يساوي عندي 5، هي القيمه العدديه او الناتج للتمرين. هلا هي التمارين كلها مشابهه لتمرين السوربان كمان، ولا في شيء خاص له، او بده كمان سن محدد لحتى الطفل او الشخص يقدر يتعلم السوربان؟ طبعا هلا كل قلت لك كل سن له مستوى محدد، يعني او مستوى معين للطفل. يعني انا ما فيني اعطي الكورس المستوى الثالث لطفل عمره صف اول مثلا 7 سنوات. تمام. يعني كل شيء له مستوى، كل طفل او كل عمر له مستوى خاص فيه. طيب خلينا نشوف كمان وسائل ثانيه عم نشوف متعدده. اللي بايدك هو اسمه بطاقات الذاكره. بطاقات الذاكره عندنا هي بتنشط له الذاكره للطفل، يعني انا فيني احط اكثر من معداد، مرسوم المعداد على البطاقات اكثر من معداد، كمان ورجيه لمده 10 ثواني مثلا الارقام الموجوده، خربط له اياهم وبعدين سكر له اياهم، انا اتذكر مثلا المعداد الرقم مع المعداد تبعه وينه، فهو خلال فتره زمنيه مثلا انا بحدد له لمده 5 دقائق. عم بيطالبوا تختبرينا، عم بيطالبوا تعملينا اختبار. اي خلينا نعطيك اياها. تفضل اذا بدك حطيها. تمام. مثل عندي الرقم 50، هذا 50، هذا 50 خرزي 50 على البطاقه، انا فيني مثلا ورجي عليها مع عده بطاقات وطب له اياها على. انت كيف حللتي انه 50 مشان بس نسترجع؟ اي تمام. عندي المرتبه الاولى هي الاحاد، والمرتبه الثانيه هي العشرات. 10 20 الخرزات السفليات هن 4، بتحسب 10 10 كالخرزي، والخرزي بالاعلى تحسب 50. تمام. فانه عندي انا هون على المعداد 50، قل لي الطفل هاي 50 فورا، مثلا هاي 38. ما انا هلا ما عرفت احسبهم. اي تمام. بدها تدريب، بدها حفظ. تمام. يعني مثلا اكيد من اول مره ما رح نقدر يعني حتى نحفظ بشكل كامل، وبدها ورقه وقلم يمكن شوي شوي حللها لحتى يقدر بعدين. تماما. وعندنا 43 لنفترض، مثلا انا بدي اعطيه مثلا يدور لي على رقم 17. تمام. بدي يطلع لي رقم 17 هي بيدور فيه على هاي. اي تماما. انه هي بترسخ المعلومه بذهن الطفل كمان. معناها هون هو لازم يركز على النظر اكثر، يعرف بالنظر كم وحده فاتت فراشه كثير حلوه.
فهون هو اسمه تمرين ذاكرة أي تمام بتقوي له بتنشط تمام. له الخلايا الدماغ عنده بتنشط له الذاكرة عنده للطفل تمام على يعني. الاستمرار ولقيتي هيك في نتائج حلوة ولا أي طبعا هلق الطفل أنا لما بيجي لعندي كان ياخذ مثلا على فترة إنه حساب ذهني فبروح على البيت بقول انه مو مصدق تقول لي امه انه مو مصدق الله يتجي مثلا حصه الحساب الذهني ليروح لعندك لحتى يعني بتتغير نفسيته للطفل اكيد بتزيد ثقته بنفسه بهي الماده. خلينا نحكي هلا عن هي رقعه الارقام يلي بايدك. رقعه الارقام عندنا بعطيه تمرين للطفل طبعا بورجيه عليها انا للرقعه بفرش له اياها. بعطيه تمرين مثلا 2+5 هو بده يحط ايده فورا على الناتج فهي بتجي منافسه بين طالبين فاللي بيجي ايده اسرع هو بياخذ النقطه. خلينا بس نفردها شوي مشان تبين على الشاشه. اي تمام هي اسمها رقعه الارقام لماده الحساب الذهني. تمام نفتلها شوي هيك معلش عم نعذبك بس مشان تطلع واضحه الارقام بالمقلوب لانه هي على شو بتساعد؟ هي على تنشيط الذاكره ولا سرعه البديهه؟ تمام بتقوي له نوع من المسابقات. ايوه نوع من المسابقات بتقوي له ذاكرته بتنشط له مثل ما قلت لك خلايا الدماغ عنده بصير عنده سرعه بالحساب الذهني. هو انا لما بدي اقول له مثلا 4+5 بدي يقول لي 9 فورا يعني بدي يحط ايده على الناتج على مباشره الرقم. فبتصير عنده بيتعلم على السرعه. طيب خلينا نحكي في كثير ناس تعتقد انه الحساب الذهني هو بس عمليات حسابيه رياضيه الا انه في كثير علماء واختصاصيين نفسيين واجتماعيين حكوا انه الحساب الذهني بيغير طريقه تفكير الطفل بكل حياته مو بس بماده الرياضيات او الحساب مثل ما بنسميه. خلينا نحكي عن فوائد الحساب الذهني على حياه الطفل بالعموم. هو بصير عنده مهارات كثير بصير عنده مثل ما قلت لكم كمان انه بتنشط له خلايا الدماغ بتقوي له الذاكرة بيزيد عنده حالة الإبداع كمان بتقوي له نسبة الذكاء بتزيد عنده للطفل. طب خلينا كمان نحكي هون شايفين عنا بازل هون بازل الأرقام أو بازل المعلومات خلينا كمان نحكي عنهم. هذا كل معداد على العدد تبعه طبعا مثل الكروت تقريبا تماماً. بس بشكل اصغر. ايوه تمام بشكل مصغر. هلا انا بدي اعطيه كمان فتره معينه او مده دقيقه مثلا بدك تطبق من 1 لل99 رقم فخلال دقيقه هو بده يطبق العدد مع المعداد تبعه يطبقهم على بعضهم يعني بده يشيلهم هيك. ايوه تمام بازل لحاله الارقام لحال الرقم كل وحده بجهه بدي العدد مع المعداد تبعه ويطبقهم مع بعضهم ويحطهم على جنب فمن 1 لل99 خلال دقيقة أو أقل ممكن أحسب له إنه لشوف كمان عنده السرعة أو قوة التركيز عنده أو قوة الانتباه عنده للطفل. فهي الطريقة كمان أو اللعبة هاي كتير ممتازة للطفل. طيب هي لكل المستويات ولا مستويات معينة؟ طبعاً أنا يعني نحن اليوم عم نشوف مثلا هذا ممكن كل المستويات يشتغلوا عليه بس هو الأساسي المعداد الأول. طيب لبعدين في شيء مثلا هذا يعتبر أصعب شوي من غيره وما إلى ذلك تختلف المستويات. هلا انا هاي الانشطه كلها بدخل له اياها خلال يعني هلا جلسه بتجي 45 دقيقه فبدخل له يعني اخر 10 دقائق من الجلسه بدخل له هذا النشاط. تمام فهو بياخذ عده انشطه عنده بترسخ المعلومه اللي انا اعطيته اياها. طبعا بالختام نغم بدنا نتشكرك وشكرا على هي الفقره كمان هيك تنشطت ذاكرتنا والارقام من الصبح. شكرا لك نغم شكرا لك الكل يكون استفاد. اهلا وسهلا شكرا لك لوجودك معنا.